السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضل. حضرتك انا كان عندي خصيتين معلقتين كنت مولود بيهم، عملت لهم عمليه تجديد بعد ما كبرت، بعد ما اتجوزت كمان. فطبعا فتحت الخصيه 4 مرات، لقيت حيوان منه بس بيبقى ضعيف، بيبقى ضعيف، ولما اجي اعمل عمليه حمل الجاري ما بيحصلش حمل، ما فيش الا مره واحده بس من 7 مرات حصل فيها حمل، بس الجنين ما كملش عشان كان الرب ضعيف. طيب انت عندك عدد الحيوانات المنويه قد ايه؟ العدد نفسه في التحليل قد ايه؟ بسيط قد ايه معلش؟ يعني مليون، 2 مليون، كام؟ لا لا عدد بسيط جدا يا دكتور، 2 3 وبيبقى ضعاف. طب ازاي حضرتك عملت حقن مجهري وهو بسيط؟ ما هم بيسحبوا العينه من الخصيه. بياخد انا عارف. انت طبعا هو فتح الخصيه وطلع حيوان منوي واحد وعمل بيه تلقيح صناعي وما حصلش حمل، صح كده؟ في مره من المرات حصل منها يا دكتور حمل، بس الجنين ما كملش، نزل عشان ما كانش فيه نقط، يعني احنا اللي نزلناه عشان ما فيش نقط. يعني ما اكتملش نمو الجنين، يعني ما فيش نبض من اول ما حصل التلقيح. الجنين كمل وكل حاجه، بس احنا جينا بعد شهرين جينا نشوف النبض، ما فيش نبض، فاحنا نزلناه. حلو جميل. طيب انت بقالك كام سنه متجوز يا استاذ؟ 16 سنه. وهي المره الوحيده اللي حصل فيها حمل لما عملت حقن مجهري، صح كده؟ وما كانش فيه نبض، صح كده؟ نعم. مره واحده بس حصل حمل، ما حصلش حمل طبيعي قبل كده خالص. لا ما فيش. لا طب اوكي. طب انت لما بتعمل تحليل بيبان في التحليل حيوان منوي واحد او اتنين ولا ما بيبانش؟ بيبان صفر. لا زيرو. زيرو. مفيش حاجه خالص. طب حلو. طيب الهرمونات لو في ضغط او سكر؟ ثواني انا هسالك. الهرمونات اخبارها ايه؟ الحمد لله. الهرمونات اخبارها ايه في التحليل؟ الهرمونات الاف اس اتش عالي، صح؟ عالي جدا. عالي. ما بينزلش خالص ولا بينزل ويرجع يعلى؟ لا بينزل ويرجع يعلى. يعني انا عامله من فتره قريبه خالص كان 30 31، النهارده عامله من يومين لقيته راجع 37. عالي طبعا. طيب انت عندك كام سنه؟ عندك كام سنه يا استاذ؟ 41. في ضغط او سكر؟ لا الحمد لله. انت بتتفرج عليا بقى، يلا هجاوبك حالا. شكرا يا استاذ حسام. شكرا يا حسام. احنا بص حسام، انا قلت لك مشكله الهرمونات، لو الهرمونات مش مظبوطه انت بتنتجي نفس الكلام. برافو عليكي، انت بتنتجي مصنع حيوانات منويه بيصنع حيوانات منويه. الازوسبرم زي الاستاذ حسام ربنا يشفيه يا رب ويرزقه، يعني هو في آية قرآنية يهب لمن يشاء الإناث ويهب لمن يشاء الذكور ويزوج من يشاء إنسانا وذكورا ويجعل من يشاء عقيما، صدق الله العظيم. معناها إن ربنا سبحانه وتعالى هيخلي واحد يجيب ولد بس، ويخلي واحد يجيب بنت بس، ويخلي واحد يخلف ولد وبنت، ويخلي واحد عقيم، ده له حكمة في ذلك ربنا سبحانه وتعالى. طب هل هيستوي بقى الراجل اللي عنده ولد واللي عنده بنت واللي عنده ولد وبنت زي الراجل اللي هو ما يخلفش؟ أكيد لا، عند ربنا سبحانه وتعالى ليها حسابات. يعني الدنيا دي انا عندي مثلا ولد ولا عندي بنت ولا عندي ولد وبنت، فانا متمتع باولادي وبروح وباجي مع اولادي، والراجل التاني ما بيخلفش فنفسيته تعبانه، مستحيل الثواب أو حساب ربنا في يوم القيامه انا هستوي بده، مستحيل. يعني فاكيد ربنا سبحانه وتعالى كاتب لك حاجه احسن، ولكن احنا بنسعى في الدنيا وربنا سبحانه وتعالى يجيب لنا الخير. مبدئيا احنا لما جينا نتكلم في العلاج بالاعشاب دايما بره في الصين الحالات دي ناجحه، اللي هي ازوسبرم، والحالات اللي عندها عدد وعدد الحركه المنويه قليل، بالحجامه، العلاج بقى بالحجامه وبالعسل اللي احنا نعمله تركيبته النهارده قدام. احنا بنقول ان العسل النحل والجنسي وحبوب اللقاح وطلع النخل وبذر الفجر وبذر الجرجير وبذر الكتان، هذه المكونات العشبيه بعد الدراسات اللي عدت الاف الابحاث اثبت رسميا ان هي بتزود عدد وحركه الحمل المنوي.